أولا هناك نقطتين خلينا يا سيدي. النقطة الأولى، اليوم دخول الخضراء تم بترتيب مع الكاظمي أن هو يخرج من الخضراء يروح إلى الأنبار، وبإعاز القوى الأمنية أن تفتح الأبواب وتفتح جميع الحواجز للمتظاهرين اللي يدخلون. يعني مسألة واضحة جدا. المسألة الأخرى التي أود أن أؤكد عليها، أن اليوم السيد محمد الشياع السوداني، أنا لست صديقا له ولا يمكن التقيته مرة واحدة عندما كان وزير عمل في مسألة خير، يعني رحت أساعد أحد النساء الأخوات، فالتقيته هناك، شفت رجل دمث الأخلاق، رجل شخصية غير جدلية، شخصية مستقلة. أما مسألة دولة القانون أو حزب الدعوة، الرجل استقال من حزب الدعوة من زمان، يعني ما له علاقة بحزب الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. تعرف حزب لا، هو الدعوة اصلا ما تنظيم كان بحزب سياسي، الدعوه، هو كان حزب الدعوه تنظيم العراق، هذا واضح. نعم، بس هو يعتبر الرجل مرشح استقال حتى المالكي، من هيك حزب الدعوة قروها. تنظيم العراق، يعني مو نعم تنظيم المالكي أصلا. نعم واضح. أما الحكم على شخصية سياسية، شخصية ناجحة مسبقا قبل أن يبدأ وقبل أن يشرع، تبدأ الصفحات والتواصل الاجتماعي النيل، حتى نالوا من عشيرة الرجل، يعني من قبيلة الرجل، قبيلة السودان، قبيلة محترمة، وظهرت رسوم مسيئة للرجل وتصريحات مسيئة من محمد صالح العراقي للرجل. الحقيقة أنا أشوف أنه هذه الأمور، من يصعد؟ هل الإطار يصعد؟ يعني عندما نقول لا نريد أن نصعد، الإطار لا يصعد. الإطار يسير بطريقة سلسة، وإذا كان هناك صقور في الإطار إن صح التسمية، فمحمد السوداني ليس من الصقور، شخصية متفهمة باعتراف خصومه. أنا سمعت من التيار الصدري شخصيات يقولون رجل متفهم، رجل عاقل، رجل يعني إحنا شرير. النقطة الأخرى التي أود أن أثيرها اليوم، تفضل. تخريب انتخاب رئيس الوزراء يصب في بقاء السيد الكاظمي برئاسة الوزراء، والسيد الكاظمي الحقيقة هو كله للتيار. يعني التيار الصدري مستفيد من بقاء السيد الكاظمي. السيد الكاظمي بقاءه بالحكومة يؤسس لدولة عميقة، وهذه الدولة العميقة ذو توجه أمريكي. يعني اليوم اللي يراقب المناصب المفصلية بحكومة الكاظمي يرى أن الرجل يؤسس لدولة عميقة، دولة حسب المقاسات الأمريكية، وهذا الحقيقة فيه خطر على العراق وفيه خطر على المكون الشيعي بالذات.